خير لأجلنا، عبارة رددتها نساء وادي الفرات تحمل عناوين المحبة والأمنيات بالشفاء العاجل للسيدة الأولى أسماء الأسد ضمن مشروع الهدف الذي أطلقته قبل الحرب على سوريا، والذي تضمن إنشاء مرافق عامة لتشجيع أبناء الريف وخاصة المرأة الريفية على العمل. اجتمع النساء حرائر وادي الفرات في هذه البقعة يوجه الرسائل حب لسيدة الياسمين، وتم اختيار هذا المكان لأن هذا المكان قبل الحرب الكونية على سوريا كان إحدى أهداف سيدة الياسمين عندما أطلقت مشروع القرية الهدف، فاستهدفت إنشاء مرافق صحية ومراكز تعليمية وحدائق وتشجيع للمشاريع الريفية والمرأة الريفية في هذه المنطقة. وقفة الدعم هذه التي نفذتها نساء دير الزور في قرية المسرب بريف المحافظة الغربي ضمن مشروع الهدف أعطى النساء في الأرياف دافعا للعمل في بناء المجتمع والوطن ككل. أنا إحدى السيدات التقيت بأسماء الأسد السيدة الأولى عام 2011، وكان لقاء جميل وإنسانة راقية. نحن أهالي قرية الهدف نتمنى لها الشفاء العاجل. طبعا رسالتنا للسيدة الأولى سيدة أسماء الأسد سيدة الياسمين، نحن بكل أمل وتفاؤل ننتظر صمودك وقوتك أمام هذا المرض. كوني بخير لأجل سوريا، كوني بخير لأجلنا. سيدة الياسمين أنت السند والعون ويد الخير الممدودة لنا، وهذا لن يضيع عند الرب القادر، وكوني بخير لأجلنا. النساء المشاركات وجهنا رسالة دعم ومحبة لسيدة الياسمين، يقولنا لها نحن معك كما كنت معنا في بداية الطريق.